استطاع العلماء تحديد مئات الأنواع من الكورونا فيروسات التي تصيب الطيور وكثير من الثدييات، 7 منها اكتشفت لدى البشر أيضا. الكورونا فيروسات كلها تنتمي لنفس العائلة وتدعى عائلة الفيروسات التاجية، لأنه إذا لاحظنا تركيبة الخارجية فهي تظهر كالتيجان، وبالنسبة لكلمة كراون فهي تعني تاج باللاتينية، لهذا السبب سميت بذلك وليس نسبة إلى نوع من أنواع الجوع. التسمية الرسمية المعتمدة للكورونا فيروس المتسبب في الوباء العالمي الحالي هي سارس كوف 2، وهو فيروس لم يسبق له أن اكتشف لدى البشر، ويسبب مرضا تنفسيا يدعى كوفيد 19، ويظهر هذا المرض أعراضا مشابهة للإنفلونزا. الأعراض الأولية الغالبة هي سعر جاف وحمى، ومن بين الأعراض الأساسية الأخرى هي صعوبة التنفس، ثم يحدث أن تتطور العدوى لتصبح أكثر حدة وتؤدي إلى الوفاة أحيانا. نحن نحلل المعطيات لنفهم من هو الأكثر عرضة للمضاعفة المميتة للفيروس. الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تنفسية كالربو ومرض السل وبعض الأمراض التنفسية الأخرى هم الأكثر عرضة للمضاعفة الخطيرة لهذا الفيروس. أظهرت المعطيات أن الأشخاص الطاعين في السن والآخرين ذوي الحالات المرضية المزمنة سيكونون في خطر كبير بعد إصابتهم بالفيروس. من جهة أخرى لم يتضح بعد لماذا بعض الأشخاص تتطور لديهم الأعراض بشدة مقارنة بالآخرين، خصوصا أن كثيرا منهم ليست لديهم أي سوابق صحية. الأطفال ليسوا عرضة لمضاعفة خطيرة بسبب هذا الفيروس، والسبب الحقيقي وراء ذلك لا يزال مجهولا. كما لوحظ أن أغلب البالغين المصابين بالفيروس ظهرت عليهم أعراض خفيفة فقط، ولا يزال الأطباء يجهلون كم تمثل نسبة هؤلاء بين المرضى عموما. هناك كثير من الارتياب حول مدى كون المرض بعيد عن الخطورة، وإذا كان الأمر كذلك فهو نبأ جيد، لكن ذلك يتبع ظروفا أخرى مجهولة وصعب التحكم فيها. في حالة الأشخاص المصابين بدون أعراض فهم عادة يرتادون الأماكن بصفة عادية كالمدارس، مقر العمل، ويجرون في المحلات، ويذهبون للسينما وغير ذلك أين يمكنهم نشر الفيروس. من جهة أخرى أثبت أن الفيروس ينتقل من الأشخاص المرضى الذين لا يشعرون بالأعراض عن طريق الرزاز الدقيق الحاد. إن قطرات الرزاز هي عبارة عن كريات صغيرة من المواد السائلة التي تخرج أثناء العطس وحتى عند الكلام. تستطيع هذه القطرات الانتقال من اليد إلى الأسطح، ويبقى مجهولا نسبة حياة الفيروسات عليها، غير أن الفيروسات التاجية الأخرى تستطيع البقاء 9 أيام. لذلك إن لمست تلك الأسطح الملوثة ثم لمست أنفك، فمك أو عينيك، فذلك يمكن الفيروس من النفاذ إلى جسمك مسببا لك العدوى. ومن الأسئلة الأخرى المطروحة، هل يمنع الطقس الحار من انتشار الفيروس؟ نظريا لا توجد أي أدلة تسمح بالقول أن التغير في الفصول يحد من عدوى الفيروس. الصين مثلا لديها مناخ متباين، فهناك مناطق جدا رطبة كهونغ كونغ في الجنوب وأخرى في الشمال أكثر برودة وأقل رطوبة، ولم يوجد هناك فروقات كثيرة في انتشار العدوى. وقد لاحظنا وضعية مماثلة في سنغافورة المتواجدة على خط الاستواء، وهذا ما يوحي أن الاختلاف في الظروف المناخية لن يحدث فارقا كبيرا في العدوى. يجهل الباحثين بعض الأمور المتعلقة بمرض كوفيد 19 كعدد الأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بالفيروس مثلا. بعض علماء الأوبئة كويليام هانغ يأمل أن تقام دراسة شاملة لأمصار الدم لمعرفة الأشخاص الذين حدث وأن تعرضوا دون دراية للعدوى. إذا تحصل على معطيات هذه الدراسة سنحدد بدقة كبيرة كم من شخص تعرض للإصابة بالفيروس، وكم من شخص ظهرت عليه أعراض بسيطة، وكم عدد الأطفال الذين أصيبوا أيضا. وفيما إذا كانت هناك عدوى متباينة بين العمر المختلفة، فكل المعطيات المتوفرة حاليا لا تعد تكون تقديرات لا غير، لكن بعد القيام بدراسة الأمصال سنكون أكثر دقة في النتائج والأحكام العلمية، خصوصا في تقدير نسبة الوفيات المرتبطة بالمرض. إلى حين معرفة ذلك يستطيع الفرد أن يقلل من نسبة خطر تعرضه للمرض. يجب على الناس أن يكونوا على قدر عالي من الحكمة، فهذا ظرف دقيق جدا، وعليهم أيضا أن لا يسيطر عليهم الفزع وأن لا يفقدوا الأمل، فهذا وقت الجد، وهناك مجموعة من الأمور تجعلنا أقل عرضة للإصابة بالعدوى، وكلما انخفضت نسبة تعرضنا للفيروس كلما قلت أيضا احتمالية نقلنا للفيروس لأشخاص آخرين قد يكون بينهم أعزاء علينا.
لذلك احمي نفسك من قطيرات الرذاذ الحامل للفيروس، ابتعد قدر الامكان عن الاشخاص المصابين. اذا كنت مصابا اقتن النوع الواقي من الكمامات كي لا تساهم في انتشار العدوى للاخرين، وحافظ على نظافة يديك دوما. ما يجب على الناس فعله هو متابعة النظافة الصارمة، ومن بينها غسل اليدين مدة 20 ثانية باستعمال الماء والصابون او بواسطة معقم، مع اجتناب ملامسة الانف والعين. ويوصى أيضا بحمية صحية تشمل فاكهة وخضروات مع شرب الماء كثيرا وأخذ قسط وفير من الراحة والنوم. كل هذا يساهم في تنشيط الجهاز المناعي ويساعد الجسم في مقاومة العوامل الممرضة. حتى إن لم نستطع القضاء على الفيروس تماما، فإنه يمكننا مقابل ذلك إبطاء انتشاره، وفي كل لحظة نؤخر فيها العدوى هذا يقابلها تخفيف الضغط على مصالح الصحة، ويساعد المختصين الذين يأملون في تجاوز هذا الوباء سريعاً.